صحيح. إذا الوزراء يعقدون اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتأكيد ربما الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتعليقا على هذا الخبر تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية. آية أنا برحب بك، ماذا سيتم بحثه ربما في هذا الاجتماع بين وزراء الخارجية العرب وبين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؟ ما الذي سيقدمه في هذا الاجتماع بعد خروجه من إسرائيل؟ حقيقة ما تم الإفصاح عنه قبل قليل بأن الاجتماع سيكون ظهر يوم غد. في البداية سيكون هناك اجتماع مشترك ما بين الوزراء الخارجية العرب وأيضا كما أنت ذكرتي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. بعد ذلك سيكون هناك اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. من المرجح بأنه سيكون هناك مقترحات عديدة للوزراء العرب وأيضا سيكون هناك تساورات بعدما جلس طبعا يعني بلينكن مع الحكومة الطارئة في تل أبيب وأيضا بعد اجتماعه بنتنياهو. ولكن كما تعلمين بأن الموقف العربي أو موقف الوزراء العرب هو واضح مسبقا، خاصة يعني قبل عدة أيام يعني الأردن سحب السفير الأردني من إسرائيل وأيضا تم منع عودة السفير الإسرائيلي، فبالتالي هناك خطوط واضحة سيتم الحديث عنها هذه المرة في الاجتماع الذي يعقده الأردن في توقيت يعتبر يعني هو الفيصل لما يحدث حاليا في قطاع غزة، خاصة بأن الأردن أخذ موقف يعني حاد من الجانب الإسرائيلي بسبب الاعتداءات والجرائم المستمرة على قطاع غزة. سيكون هناك من المؤكد اقتراحات بأن تتم يعني الإطلاق الفوري ل يعني التصعيد الحاصل في قطاع غزة، خاصة كما تعلمون يعني بأنه كان هناك مقترح من بلينكن ولكن يبدو بأنه لم يكن هناك تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، بالتالي سيكون هناك ضغط من الدول العربية. طبعا من قبل قليل وصل وزير الخارجية القطري وأيضا السعودي والإماراتي وأيضا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسينضم لهم أيضا وزير الخارجية المصري سامح شكري. هذا الاجتماع يأتي في توقيت جدا مهم، سيكون هناك العديد من المقترحات والعديد من التشاورات، أهمها أن يتم يعني استمرارية المساعدات التي تقدم إلى قطاع غزة وأيضا أن تكون مكثفة خلال الفترة المقبلة، خاصة بأن عدد الجرحى وعدد الإصابات يزداد للأسف. أيضا من جانب آخر مقترح بأن يتم الإيقاف الفوري لإطلاق النار ووقف التصعيد ووقف إطلاق المدنيين. أيضا الحديث حول موضوع التهجير القسري وموضوع العقاب الجماعي الذي تتبعه للأسف إسرائيل، وطبعا هذا مرفوض بسبب أن الأردن أيضا تحدث أن إسرائيل للأسف تستخدم أسلحة محرمة دوليا، وبالتالي لابد من أن يكون هناك إيقاف واجتماع عربي يؤكد على الموقف وأيضا بما تقوم به إسرائيل حاليا، بسبب يعني لأن ما يحدث هو يبين بأنه يبتعد عن مسار حل القضية الفلسطينية وهو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. ما يدعي له الأردن حاليا بوجود الوزراء العرب وأيضا ما مسؤول أو بوجود يعني مسؤول عن فلسطين يبين بأنه هذا التشاور سيؤكد وجود وزير الخارجية الأمريكية على الموقف العربي الجاد. مسبقا كما تعلمين عزيزتي داليا بأن الملك كان في يعني اجتماعات تشاورية في الخليج، وكانت هذه الاجتماعات في أبو ظبي وفي الدوحة وأيضا في المنامة. تأتي هذه الزيارة اليوم لوزراء الخارجية إلى الأردن لتثبيت وتأكيد المواقف التي كان الأردن يتابعها خلال الفترة الماضية من الزيارات الملكية وأيضا الزيارات التي قام بها فيها وزير الخارجية الأردني إلى الدول العربية وأيضا الأوروبية. نحن بانتظار الاجتماع غدا، و سينبثق من هذا الاجتماع طبعا بحسب وزارة الخارجية تصريحات صحفية للوزراء العرب، سيكون هناك تصريحات تبين يعني آخر يعني التوصيات التي خرجت من الاجتماعات المشتركة العربية وأيضا الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا من العاصمة الأردنية عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية على كل هذه المعلومات.